عليه السلام، حيث توجهت الجموع منذ الصباح الباكر إلى قرية علي رش لزيارة مرقد الإمام زين العابدين بن علي بن الحسين، وشهدت أجواء الزيارة إجراءات مشددة أمنية إلى جانب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. دائما هو المنتصر، لذلك منذ 1380 سنة فذكرى الحسين عليه السلام يتجدد في كل يوم وفي كل المناطق وعلى كل الأديان والأطياف، ولا يشمل المسلمين فقط وإنما كل الطوائف في هذا المكان في محافظة نينوى شاركت العزاء مع إخوانهم الشيعة لذكرى الحسين عليه السلام، فرأينا منهم مواكب المسيحيين والإزدية والكرد والسنة والشيعة، الكل شارك هذا العزاء، والكل أيد الحسين في ثورته، والكل أيد الحق وانتصار الحق إن شاء الله. كان هناك عدد هائل من الزوار رغم وجود جائحة كورونا، توافد الزوار من جميع الأطراف، ونحن حسب توجيهات المرجعية كان هناك غلق المقامات الشريفة ويكون زيارة عن طريق البعد، يعني من برا تحت سماء المفتوحة، الزائر يجي يزور يكمل ويطلع البيت. تعرض هذا المقام الشريف إلى تفجير من قبل عصابات داعش الإرهابية في أثناء دخولي ومسيطرهم على منطقة سهل نينوى، باشرنا بإعمار المقام بتاريخ 10/3/2020 ومدة الإعمار مدة سنة كاملة، فإن شاء الله نحن بطور العمل بالمشروع. يعني هذه الزيارة كانت مختلفة عن باقي الزيارات في أعوام السابقة في وجود أزمة كورونا ووباء الكورونا، يعني كان هناك التزام تام من قبل الزوار العاشوراء في سهل نينوى من لبس الكفوف والكمامات وتعقيم المزارات وتعقيم الأماكن التجمعات، خاصة المزارات الدينية في محافظة نينوى في منطقة سهل نينوى. كل الأجهزة الأمنية كانت تعمل في خطة في مكانات محددة، والحمد لله والشكر مثل ما شفتوا يعني مشت الأمور بسلاسة وبسهولة. أيضا شاركت قيادة الشرطة وقيادة فرقة 16 في عجلات لنقل الزائرين اللي بعد ما تخلص الزيارة، أيضا حتى تسهيل عودتهم. الحمد لله بتعاون الجميع كل الموجودين وأيضا بتعاون المواطنين الكرام تمت الزيارة ونجحت والحمد لله والشكر.